برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الشغل الشاغل لينا كلنا دلوقتي مباراة العودة بين الأهلي والوداد يوم الجمعة إن شاء الله في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. كل التفكير موسيماني هيعمل إيه، هيلعب إزاي في الماتش ده، طب الوداد هيكون ظاهر بشكل عامل إزاي، لأنه خلاص هما ما قدمهمش أي حل غير الفوز وما عندهمش أي حاجة يخسروها. ده طبعا لا قدر الله. كلام كتير قوي عن مباراة العودة بين الأهلي والوداد وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل عام مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي اللي دايما بيمتعنا طبعا بالكلام وبتحليل في الكورة. منورني يا كابتن. منور يا سارة، الله يخليك. خليني يا كابتن أبدأ معاك بأنه موسيماني النهاردة كان بيقول أنه لازم ما نستهونش بأي خصم خصوصا الوداد، ومش معنى أن احنا قدرنا أن احنا نكسب الوداد على أرضه بهدفين نظيفين أنه مباراة العودة هتكون سهلة وأن خلاص احنا حسمنا التأهل. بالعكس، البطولات اللي زي دي دايما بيبقى فيها مفاجآت كتير وإحنا مش عايزين أي مفاجأة. شايف إزاي لقاء العودة بين الأهلي والوداد؟ شايفه سهل؟ شايفه صعب؟ شايف إحنا خلاص حسمنا التأهل؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. يعني اقرأ لنا كده مباراة العودة. أنا هاخد من كلامك وهقول حسمنا. حسمنا التركيز في المباراة الأولانية، حسمنا التصرف، حسمنا الرغبة في إن إحنا نرجع بنتيجة إيجابية، حسمنا حاجات كتير قوي توج لك دايما حالة الفوز، إنك أنت بتقفلي عن نفسك، عندك هدف كبير قوي ان انت تاخدي البطوله، عندك مدرب بنغمس بسرعه اول ما جه مع الفريق وقدر يقرا قدرات اللعيبه، وهو ايام ما كان بيلعبهم مع سان داونز وكان ليه تجربتين، تجربه تفوق فيها وتجربه الثانيه الاهلي هو اللي تفوق فيها تماما. فكان حلم من حياته كمان ان هو يبقى موجود مع اللعيبه دي او مع الكيان ده، والحظ والحكايه والظروف وصلته فعلا للمكانه دي. فهو يعني نقول عليه ذكي قوي وبيحب اللعبه قوي وبيدرس كويس قوي وشاطر في الحته الافريقيه دي قوي ولاعب الوداد ولاعب، فكل العناصر اللي حصلت دي صبها مع التعامل مع لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وحسينا ان هو واحد نعرفه من زمان، يعني مش اول مره نقابله، يعني حسينا ان هو قريب مننا قوي. فده واضح في كل الحاجات دي، وضحت في المباراه، واضح قد ايه اللعيبه مركزه، قد ايه اللعيبه هو ده حريه ان تضغط على الفريق اللي قدامها. يعني الفريق اللي قدامنا ده لما بيضغط علينا احنا بنحاول نلم اوراق، لا احنا اللي ضغطنا واحنا بنلعب بره. وكان الهدف سريع جدا في دقيقه 3 4 ان قفشه يضغط على الراجل بصوره، يعني الراجل اتخض وساب له كوره. دي حاجه فاجئتك يا كابتن ان هو رايح يلعب بطريقه هجوميه طبعا على ارض الوداد؟ برافو عليكي. يعني انا كنت عايز مثلا احمد فتحي يبقى بيلعب مع احمد، مع محمد هاني ناحيه اليمين مكان حسين الشحات احمد فتحي بس. يعني كنت عايز ادي حريه شويه ان احنا نقفل على اسماعيل حداد ده، ان هو ما يبقاش عنده الحريه انه يخش، خاصه ان ناحيه اليمين اوك بديع اوك ده والحداد من اقوى اخطر الناس اللي هم بيلعبوا من على الاجناب. فكنت انا عايز اقفل البلوك في الحته دي وادي راحه لهاني شويه، واقدر ادي راحه شويه لاحمد فتحي، ويقدروا يعملوا حركه تبادليه في الانطلاقات. انما هو حب ياخد امكانيات والتالنت بتاع حسين الشحات برضه في الرجوع وفي الطلوع تاني لقدام، ويبقى فيه العلاقه بينه وبين محمد هاني. نجح نجحت التقارب الخطوط اللي كانت موجوده، نجح شويه اللي لعب فيهم ديانج عمل لنا اخطبوط في اول مع الحكم اللي كان يعني باصص له بصه لو هتعمل حاجه بعد كده هطلعك بره. وكان في ذكاء هنا من موسيماني ان هو يطلعه وينزل حمدي فتحي بين الشوطين. كل اللي عندهم فكره عن الكوره سقفوا للراجل وقالوا برافو عليك، يعني عنده شفافيه. صح. ما بيكبرش دماغه على الحكايه نفسها. بينزل لمستوى الاحداث اللي بتحصل. واقف على الخط كوتش. فاللعيبه كمان ساعدته الحقيقه بكل التركيز، بكل الغيابات اللي عندها، بكل حاجه تحس ان مفيش حد غايب، ان كل واحد بيديك الماكسيموم بتاعه. علي معلول بيعمل المشاوير الطويله دي وبتاع خارج الارض، ويعمل عرضيات ويعمل كل حاجه. انت كان المفروض تكسبي 3 4 5 الماتش ده، تطلع له بتاع 5 6 2 مثلا او 6 1، مش هقول ان هم ما راحوش على الجون، يعني راحوا وكان عندهم فرص وكان عندهم ضربه جزاء، مش ضربه جزاء خالص يعني. لا مش ضربه جزاء طبعا، كانت فرصه بالنسبه لهم يعني. وانا لما كنت قاعد معاك هنا انا اتكلمت عن المباراه وقلت مباراه اسماعيلي هتخلص 3-3 والحمد لله خلصت 3. جيت برضه اتكلمت معاكي وفي البيت الكبير قلت، والناس كلها ليه قاعده تقول احنا نرجع بنتيجه ايجابيه؟ النادي الاهلي نادي كبير وشخصيته
اقوى من ان احنا نقول ان احنا نرجع بايجابيه. احنا ليه ما نكسبش؟ انا عايز ان احنا نكسب 2-1 والحمد لله البنت ما دخلش فبقت 2-0. ف توقعاتك دايما صائبه يا كابتن. انا بشوف رؤيه لو احنا عملنا حاجه معينه دي حصلت في المباراه بتاعت الوداد. احنا اللي ضغطنا، احنا شخصيه التيشيرت الاحمر هي اللي كانت موجوده. صح، يعني اسم النادي الاهلي كان موجود. ومش هجامل ومش هقول اكتر من ان الاداره كمان الحقيقه، يعني كل الناس بتقول كابتن الخطيب ومش كابتن الخطيب، متحامل على نفسه قوي كمان في المشوار ده، وانه يقف جنب اللعيبه ده دعم كبير قوي. انا لما كان بيلعب معايا فرق جدا مع اللعيبه، والله اقول لك على حاجه، ما كان بيلعب كان بيديني انا دعم اصلا وهو بيلعب جنبي. ف ان هو يبقى موجود وعلى الغداء وعلى العشاء ويقعد مع اللعيبه من غير ما يتكلم، واحساسهم بوجوده، احساسهم قد ايه هو مهتم بيهم، ما افتكرش ان هو بيفرق في المعامله بينهم كلهم يعني. لا لا، وعايزهم كلهم يبقوا في المجد كله بيروح لمين في الاخر؟ ان في عهد محمود الخطيب خدنا افريقيا، في عهد مجدي قفشه هو اللي جاب الجون الفوز، في عهد اللعيبه دي كلها علي معلول ورامي ربيعه والشناوي العظيم، يعني تفهماني؟ كل ده الجمال ده بيروح لفايلر مش طلع معانا في القصه، بس هتروح يعني ان شاء الله لو خدنا البطوله موسيماني هيبقى الاكبر طبعا. لا موسيماني هي نصيبا واكبر حظا وفي التوهج واسمه هيلعلع. افريقيا هتتحسب لموسيماني طبعا، تتحسب لموسيماني، بس انا عايز اقول لك اي حد بيجي النادي الاهلي ولو 10 دقائق او اي حاجه بتتحسب له في حياته. صح. مش بتتحسب له بطوله. طب بس كل الحاجات الايجابيه اللي حضرتك قلتها دي ووضوح البصمات بالسرعه دي مدرب زي موسيماني مع النادي الاهلي، والتركيز الشديد اللي من اللعيبه، والوحده المتماسكه اللي شفناها وهي بتلعب في الملعب، وبقالنا كتير ما شفناش شخصيه البطل وشخصيه الاهلي باينه كده خارج ملعبه، ده هيخلينا نقول ان مباراه العوده هتكون سهله فنيا؟ يعني انت بتتكلم برضو المدرب الثاني هو ما عندوش حاجه يخسرها برضو يا كابتن. اكيد هو دلوقتي من مباراه الذهاب عارف امكانيات النادي الاهلي اكتر بكتير، عارف كويس قوي اللعيبه اكتر بكتير، عارف هو ممكن يلعب مين ما يلعبش مين، ممكن يكون بقى في غيابات يعني انا عايزك تقول لي كده نقاط القوه والضعف عند الوداد في مباراه العوده، هل الماتش ده هيكون من قراءتك الفنيه سهل علينا ولا لا؟ مفيش اي مباراه خاصه في ننسى مباراه 2-0 دي، 2-0 دي بالنسبه لي راحه ان انا ابقى اهدى في الملعب، مش متسرع ان انا عايز اعوض حاجه ما فاتني يعني. صح. الحمد لله مفيش حاجه فاتتني. بالنسبه للوداد لازم يكون عندهم توازن كمان، لان هم خارجين من المباراه اللي فاتت مش سلام كلهم يعني. انا حاسس ان العناصر القويه عندهم تعبت قوي، عندها ارهاق جامد جدا يعني، الاستشفاء حتى من المباراه صعب عليهم قوي. شفت الناس اللي هم بيعتمدوا عليهم الباك ليفت والباك رايت وبديع اوك واسماعيل حداد خارجين منهكين جدا من الماتش، وعندهم خط الديفنس بتاعهم بغيابات مش بغيابات، عندهم برضو ما يقدروش على اللعب خارج الوداد بشكل اقوى من اللي كانوا فيه على ارضهم. الارض كمان عندنا هنا في مصر استاد مصر هيكون استاد القاهره ده احسن بكتير قوي من الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، مش ناشفه زي الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، في حريه ان الاهلي يتحكم في الكوره بتاعته في اسلوب اللعب بتاعه. انما مش حاجه اقول لك انا خلاص كسبت، لا انا اكسب بعد اول هدف ان شاء الله الاهلي يجيبه، مش هم اللي يجيبوا الهدف، لان هم لو جابوا هدف هنا في الاول هيربك لك حساباتك وهتقلقي وهنخش في ديلمه ثانيه. فالتركيز والشكل اللي احنا قلنا عليه كله في ماتش الوداد لازم يتجمع بعد الاجازه والراحه اللي احنا خدناها، يتجمع تاني كله ويبقى اللعيبه اللي هي مصابه، ما حدش يشترك خالص مصاب يعني، لازم انت تبعدي خالص عن اي لعيب مصاب او تجازفي او طول اجرب. لا احنا بنلعب بالفتنس بتاع اللعيبه الاصحاء اللي موجودين، ان كلهم زي بعض يعني، ما فيش حد متفوق قوي عن التاني، كلنا طول عمرنا لعيبتنا او لعيبه النادي كلهم بيبقوا قريبين قوي من بعض. محمد شناوي يبقى مختلف عن اي حد تاني شويه، ده من حقنا ان احنا يبقى عندنا حارس مرمى كبير وانا بسميه العالمي يعني، وربنا يوفقه. خدت بالك وكان قبل المباراه كان متعور كمان يعني، عايزين نريح الدنيا دي كويسه، انما هو لازم هو اللي بيبتدي في المباريات دي. طب شايف ايه التشكيل المناسب بقى بمناسبه الكلام عن الشناوي اللي يبدا بيه موسيماني مباراه العوده؟ انا ما عنديش تاليف بقى، انا همشي وراه يعني. انت وجهه نظرك لو انت نظري هو يعني نفس التشكيل يعني، نفس التشكيل ما افتكرش. لو في حاله اجهاد لاي حد هيحصل حاله تبادليه بينه وبين اي حد يعني. في نص الملعب عندك حمدي فتحي موجود تحت امر الفرقه، اسلوب لعبه هو اللي هيحدد اذا كان هيلعب بديانج وشريف. يعني انت شايف انه هيلعب بنفس التشكيل مش هيغير؟
ده اتليست عشان هو ما يحصلوش تشتيت الا لو في مروان محسن مثلا عنده اصابه فبادجي ممكن يبقى موجود او اجاي يخش زي ما عمل كده في نهايه المباراه الماتش اللي فات ويبتدي باثنين اطراف زي حسين الشحات كده واي حد هيضيفه وليد سليمان او اي حاجه وعايز يخلص المباراه من بدري يعني فممكن ما عنده الفكر ده في غيابات احد الناس يعني هو عنده تدوير جوه الملعب وخارج الملعب ولغايه لما بنوصل لغايه يوم الخميس او اللي هو بعد بكره بتبقى في رؤيه للفريق نفسه صاحب الراي فيها والقرار نفسه الجهاز الفني والاداري نفسه هم اللي بيبقوا عارفين مين الاجهز مين اللي هيقدر يقوم بالاول انا بسميها دايما اول 45 دقيقه الانطلاقه الاولانيه في المباراه يعني مش مين الاساسي ومين الاحتياطي ودايما كويس قوي يبقى عندك انت دكه كويسه قوي قويه انها تبدا تعتمدي عليها في اي حاجه في اي امر يحصل عايز سرعات في الفراوده انزل بادجي يشد الفرقه شويه سرعات المره اللي فاتت نزل جيرالدو حاسس بيه ان هو يقدر يشد بس هو على يعني الناس انا حاسسها مع موسيماني اتغيري تسارع يعني مش زي الاول مش في اخر فترات فايلر مثلا يعني لا كل واحد عنده ابجريد يعني حصل له مش بس طلع شويه كده بس الراجل ده اتعامل برده نفسيا معاهم كويس يا كابتن طبعا مش بس فنيا اراهم كويس قوي وبيحس حتى بصالح جمعه حاسس يعني حاسس انه عايز يديله دعم يعني واي نوت ان هو يبقى موجود جوه الفرقه يلا كمان وريني زي الاولاد قال لك الاولاد الصغيرين بيجروا قدامي أيوة فانا بديهم في الملعب هم بيجروا قدامي وعايزين يلعبوا فالراجل بيقول لك ليه لا ما نديهم يلعبوا وعاملين لي حاله نشاط كويسه جدا فهو كمان يعني متصالح مع نفسه انت فاهماني يعني دي حقيقه انا عايزه كمان هتكلم اكتر بعد الفاصل مع حضرتك على يعني من وجهه نظرك ايه اسباب نجاح موسيماني في الفتره الصغيره دي مع النادي الاهلي يعني فتره صغيره قوي وقدر ان هو يثبت نفسه بسرعه وبصماته نشوفها بسرعه على الفريق ده هنتكلم فيه اكتر بس بعد الفاصل مع كابتن شريف عبد المنعم برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه كلام كتير عن مباراة العودة الأهلي والوداد إن شاء الله التاسعة يا أهلي يا كابتن شريف كنا بنتكلم على إيه اللي خلى موسيماني بصماته تظهر بالسرعة دي مع الفريق يعني هو لعب 3 ماتشات في الدوري أمبي والمقاولين وبيراميدز التلاتة راجل كان باين في تغيير في الفريق من أول مباراة لحد مباراة أفريقيا الوداد وشايفين فعلا في فرق كبير قوي عن الاهلي اللي شفناه مع فايلر في الفتره الاخيره فالناس مستغربه هو ازاي بصمات مدرب تبان بالسرعه دي على الفريق اللي بيدربه مش بيدرب اي فريق طبعا ده النادي الاهلي يعني هو في خطوات في وجوده اصلا كانت سريعه جدا يعني واكيد في محادثات حصلت مع لجنه الكوره واداره الكوره وطبعا الاداره في موضوع كرة القدم بيرقصها كابتن محمود خطيب ودخلوا الراجل بسرعة مع ان هو جاي كمان هو فرحان جدا ان هو موجود في المكان ده يعني ففي ناس بتبقى جاية تشتغل في حتة تقول لك انا شايف هنا محتاج تدعيم لا 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 هو عاجبه اللعيبة دي وعاجبه الكيان ده وعاجبه الإدارة دي بالشكل اللي موجود فالفكر يعني بقى متوازي بينه او متساوي بين اللي هو بيفكر فيه وبين اللعيبه اللي موجوده فجي اول ماتش لقيناه بيلعب وليد سليمان هو ده ليه قاعد بره ليه الامكانيات الكبيره دي تقعد بره يعني ليه ما بتبتديش الماتش فاكر لما قلت لك مش جه الوقت بقى ان وليد سليمان بدل ما كل ما بينزل يجيب لنا جون كده ويغير شكل الماتش مش جه الوقت ان هو بقى يبدا المباراه وبدا عيد موسيماني ويمكن يكون هيبتدي برده يمكن الماتش بتاع يوم الجمعه باذن الله فهو قاري الحكايه كويس قوي وحابب الحكايه كويس قوي فكمان الاداره يعني سيد عبد الحفيظ كمان اكيد بيقعد يتكلم معاه اي مدرب موجود اذا كان مدرب حراس المرمى او المدرب المصري الموجود بيوصل له رساله هامه جدا وصادقه جدا عن الوضع اللي موجود وعن امكانيات كل لعيب هو يقدر يستفيد فيهم المرحله اللي بعدها فهو شاف الكلام ده في التمرين وطبقه في الماتشين اللي لعبهم قبل او 3 ماتشات لعبهم قبل مباراه الوداد اللي هي كانت الاهم انك انت بطوله الدوري خلاص حسمتيها فانت كنت بتعملي استعراض للعيبه اللي عندك عن طريق موسيماني موسيماني كان بيتفرج اكتر واحد فينا وبيحط شخصيه كل لاعب في المرحله اللي جايه فقدر يلعب ده شويه وده شويه وده شويه وده شويه وطلع
مفاجاه انه بيهجم على الوداد في الوداد وبيلعب ماتش عادي جدا اكنه بيلعب في الدوري. طب هو شايف ان احنا ضيعنا فرص كتير في مباراه الذهاب وكان المفروض سكور يكون احسن، وحضرتك في بدايه الحوار قلت لي نفس الكلام، بتتفق معاه وده اوكي، بس انا ما اقدرش احاسب حسين الشحات على كره من نص الملعب بيروح بيها ويوصل لغايه هناك والارض قلت لك انا يعني بتنطط الكره سريعه، مش حاله التحكم او حاله سرعه اللعب مع سرعه الكره دي بتحصل في الدنيا كلها على فكره. تتفرج على الدوري الانجليزي تلاقي كره زي دي 50 مره بتروح وحراسه المرمى بتبقى متفوقه فيها، بيسد الزاويه، اللعيب بيروح لحضن حارس المرمى فما عرفش ينفذ الكره، يعني دي اخطاء صغيره بتحصل. انما المفاجاه بتاعه انك انت تلعبي وتوصلي 18 ومتسرعه بس في احراز الاهداف او متسرعه في تنفيذ الهجمه، هي دي اللي تتظبط هنا بقى. هناك معاهم بيسموهم العذر. طب في مباراه العوده شايف ان قفشه برضه هيظهر بنفس التالق ده ولا هيكون بقى في رقابه عاليه عليه من مدافعي من جاده مدافعي الوداد؟ انا مش عارف هيلعب ولا لا، عشان كان في كدمه، انا ما اعرفش ظروفه ايه دلوقتي بعد الكدمه دي، هل هيريحه ويخليه الهاف تايم تاني مثلا او زي حاجه كده. قلت لك هو هيلعب بالناس اللي هي ما فيش شك فيها جاهزه 100% ان الماتش يعني دور التاهل ما خلصش لسه، بس هيكون في يعني رقابه صارمه بقى من مدافعي الوداد، يعني خلاص بقى اكتر من مباراه الذهاب هيحاولوا يمسكوا قفشه في المنطقه دي، لازم يبقى في بديل عندهم قوي جدا يعني زي ديانج عندنا كده عشان يمسك واحد زي قفشه. انا ما شفناش في التيم بتاع الوداد اي حد يقدر يقوم بالمهام دي، بالعكس ده واحد عنده 38 سنه اسمه ابراهيم نقاش وراه جبران اللي هو ايه جبران ده اللي هو لعب في المكان التاني ده. هل اللعيب اللي هو مصاب ده هيرجع تاني ويطلع يحيى جبران ده يلعب مكان ابراهيم النقاش اللي هم كانوا بيقولوا من احسن اللعيبه عندهم اللي بيمسك كوره وبينقل كوره احنا ما شفناش حاجات عناصر كتيره جدا في فرقه الوداد بتنفذ اي حاجه. ليه؟ لان النادي الاهلي كان متقارب الخطوط جدا، كان ضاغط على الفرقه دي، كان عنده ميس باس كتير شويه بس في نفس الوقت كان عنده رؤية كويسة قوي وانتشار وتحركات للعيبة بتسهل الكرة على أي حد بيمسك الكرة. ده في اللغة عندنا احنا في لعبة الكرة لما بمسك الكرة بلاقي اتنين تلاتة بيديني الفرايتي ان انا اعمل أي حاجة وانا كمان اعمل زيادة عددية. فكانت جميع الحاجات اللي بنطلبها من اللعيبة وبنطلبها من المدربين كانت يعني متحققة في مباراة الوداد. كنت حاسة انك انت حتى لو دخل فيك جون مش مشكلة. احنا أحسن، احنا نروح احنا قدرنا نروح على الجون. احنا مش احنا بعد الدقيقة 15 في الشوط الاولاني الماتش كله لغايه اخر المباراه بتاعنا هم بيبادلونا الكونتر اتاك حاجه زي كده ان الكره بتنط عاليه فبتبقى مشتركه. الناس مش فاهمه ان في تقصير من لا هي في حاله الملعب وحاله الكرات الطويله وبتبقى مشتركه بين اثنين او ثلاثه ممكن تخبط وتقع تروح للعيب وداد يعتبروها دي هجمه، انما الهجمه اللي هي بتبقى متاسسه متنظمه ليها شكل في تريكات 1 2 3 اوفرلاب الحاجات اللي هي في الكوره ثرو باس لواحد ان بتوين رايح على الجول دي حاجات اللي في الكوره الطبيعيه. انما احنا كانت الحكايه يعني مش مدروسه وبيلعبوا لعب فردي كتير قوي، ما كانش عندهم حاجه ثانيه يعملوها غير اللعب الفردي، واللعب الفردي مع النادي الاهلي في تقرب الخطوط ده مش هتقدر تعدي من 1 2 و3 و4. شايف المدرب هيغير الخطه بتاعته ولا ما عندوش؟ مدرب الوداد هيغير الخطه في العوده ولا ما عندوش اصلا الامكانيات اللي تساعده؟ انا معاكي في الحوار ده، انا هو مش مديني اي احساس ان الامكانيات اللي تساعده تديله الفكر اللي هو بيدور عليه انه يعوض 2-0 وان النادي الاهلي يبقى في اوف داي غير عادي يعني يبقى ما بيعملش اي حاجه خالص وهو التفوق ليه في كل حاجه، فده يبقى غضب السماء بقى يعني مش ده جود لاك يعني. هو بيقول انا عندي مباراه ثانيه في مصر، كلامه حق وانا لو مكانه هقول نفس الكلام. انما هو يقدر يلعب 3-4-3 هنا في مصر مثلا؟ ما عندوش امكانيات دي، ما عندوش ان هو يشارك غير بالتالنت اللي عنده في اسماعيل حداد وبديع اوك والراجل الولد الصغير اللي لعبوه فيرود، هو عنده اثنين افارقه الاولاني كان مش بطال يعني اللي هو دخل وخبط في الشناوي وعمل البينالتي يعني. بالنسبه بقى للبينالتي دي عايز اسالك على كنت شايف الحكم ازاي؟ احنا عارفين قبل الماتش يعني في احنا تاريخه يعني تاريخه معروف اللعيبه يعني واقفه وبتصلوا كده هتعمل ايه؟ ايه تاني يعني احنا عارفين يعني هما هيعملوا ايه؟
ده احنا حالنا من اول بطوله خدناها يعني. فلغايه بس النهارده. بس فكره يا كابتن ان الشناوي ما تهزش في ضربه جزاء زي دي وهو عارف ان هي مش صحيحه، عارف انت احساس الظلم ده، بس ما تهزش ووقف وصدها بالطريقه دي، ده غير جدا من شكل عداله السماء نزلت على عداله السماء استاد محمد الخامس. ضربه جزاء مش ضربه جزاء، فربنا الهم محمد الشناوي وخلاه يصدها يعني. فالعدل حلو برضو يعني طبعًا. ربنا مش هيسيبنا يعني. كمان ميشيل يانكو عامل شغل كويس قوي مع حراس المرمى في النادي الاهلي، عنده روح حلوه قوي. وفايلر كلمه وبارك له. انا كنت نفسي اسمع الخبر ده ان فايلر كلم كابتن محمود الخطيب وبارك له يعني. يعني يبقى دايركت يعني، ده راجل كان ليه وقت معانا وخد بطوله وكان ليه وقت كويس معانا قوي يعني، مش بس هو هنا اتنجم يعني. جيم وعنده اعتراضات كتير قوي، راجل من غير سي في، كل اللي عمله يمكن درب انترلخت بلجيكي حاجه زي كده يعني. انما هنا اي وضع في اي حته، الفرق الكبيره اللي في مصر زي النادي الاهلي كده، لما بتيجي انت تمسكيها بيبقى لك سمعه دوليه، خاصه الاهلي بقى على مستوى كبير قوي 134 بطوله. ده بيخليكي انتباه العالم كله، ريال مدريد تبقى عايزه تلعبك، برشلونه طبعا، انجلترا، اي حد. وطول عمرنا كده المانيا، بايرن ميونخ بيلعبنا، ساوثهامبتون، نوتنغهام فورست، الفرق الكبيره اللي كانت دايما بتقبل في الاسم، اسم النادي الاهلي يتلعبهم. تركيا كانت بتيجي تلعبنا هنا، اليونان بتيجي تلعبنا هنا، احنا بنروح هناك. فعندنا مستوى من زمان قوي الحقيقه، اكيد قاعده شعبيه كبيره. الناس لما بتسمع ان في 70 80 مليون بيشجعوا فرقه، لما كان في جمهور وكمان كانوا بيروحوا يشوفوا البطولات الافريقيه اللي كانت موجوده، قد ايه مصر بتحب الكوره زي اسبانيا وزي انجلترا وزي كل الدنيا كلها. ففي كمان انغماس بيننا وبينهم، ميرج بقى حصل عن طريق محمد صلاح و النني والناس دي اللي عملت لنا سمعه كبيره، كمان خلتنا احنا بنهتم قوي بالكره الانجليزيه وبنهتم بليفربول او اي حته بيروحها صلاح. فخلاص بقت الدنيا كلها لما انت تيجي تدربي فرقه زي النادي الاهلي دي، يعني حاجه بالنسبه لك في السي في بتاعتك كبيره قوي. بمناسبه الكلام عن الجماهير، كان في انباء ترددت مؤخرا يا كابتن ان اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم قدمت خطه انه عن امكانيه يعني حضور الجماهير مباراه النهائي، وحضرتك عارف اكيد انه النهائي هيبقى على ارض مصر. ايه رايك في خبر زي ده او خطوه زي دي لو قدروا ان هي تتم او الظروف سمحت ان هي تتم؟ انا بتمنى اي شيء يبقى حضاري يعني. يعني اي شيء يبقى يعني ما يخرجش عن اي نهك في الظروف او في الجمال الشكلي للنهائي. ف الجماهير نفسها تحضر طبعا، والدنيا نفسها تؤازر، وكل واحد عنده انتماء للمكان اللي هو فيه وانتماء للنادي اللي هو فيه، وبيطمع ان هو يكون يعني في النقطه دي موجود في الحدث ده. طبعا انا نفسي مش يعني اتمنى اكون في الاستاد في اليوم ده ان انا بتفرج يعني. طبعا ندي يعني، اصل هتفتحي مثلا ورا الجون هنا ورا الجون هنا شويه، هيبقى هو ده الشكل يعني. يعني ما اعرفش انت ايه رايك، انا ما مش حاسسها قوي انها تفيد اكتر ما هي حتى يعني ممكن تحصل توقف المباراه تعمل اي حاجه، يبقى في مشاكل يعني. يعني لازم كان يبقى قبل كده بري يعني، لازم يبقى حاجه طب خليني قبل المباراه دي. اصلا لو يعني انت بالنسبه لك مين اسهل لنا في النهائي؟ انت عندك الرجاء وعندك الزمالك، ده طبعا باذن الله لو الاهلي باذن الله ان شاء الله يتاهل للنهائي، تحب تقابل مين؟ الاثنين زي بعض يعني بالنسبه لي هيبقى نهائي، بس الاثنين فنيا زي بعض. انا كسبان الوداد 2-0 وبقول لك انا عندي مباراه جديده يوم الجمعه. فاحنا المباراه بتاعت النهائي دي هقابل الوداد مثلا، افرض انا ما كنتش لعبت الوداد، هقابل الوداد في النهائي، مباراه كبيره، هقابل الزمالك اكبر، هقابل الرجاء، مباراه كبيره، ما تعرفيش الظروف يوم الماتش. بس لو النهائي مصري خالص، مصري خالص بقى خلاص يعني، ده كتب علينا القتال يعني. حتى صفرت النهائي يعني. يعني في ناس بالنسبه لها الرجاء يبقى اسهل، في ناس لا تقول لك انا عايز اخد البطوله من الزمالك يعني، هم خططوا خلاص. اللي عايز ياخد بطوله ما يعني يفكر في نفسه، يفكر في ازاي هو ياخد البطوله. لا بس فنيا شايف مين اعلى يعني؟ حضرتك متابع البطوله بشكل عام. انا هريحك، انت هتاخدي رد وكمان. ايوه بالظبط. احنا والرجاء 70 30 يعني 70 30. اوكي كويس تمام. احنا والزمالك مش هقول 60 40، هقول لك 50 50.
تمام. يعني عشان اريح الدنيا كلها و... عشان عايز اخد الكره في الملعب يعني ما... عشان في تجارب قبل كده، والمباراه بتاعت الزمالك والاهلي دي انا ما اعرفش اطلع لها نتيجه اصلا، حسب ظروف اللعيبه ساعتها وحسب الدنيا بتبقى ماشيه ازاي وحسب توفيق اللعيب. الزمالك كسبت ماتش راح على على الجون اربع مرات جاب ثلاث اجوال، انت رحتي 15 مره ما جبتيش غير جول واحد، العارضه مرتين يعني هي بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق. وبيبقى لها حضور تاني طبعا ماتش الاهلي والزمالك ده يعني كتر خير اللعيبه ان شاء الله. شوف طيب. هنا او هنا هتبقى الدنيا عامله ازاي يعني. بما انك بقى نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، انا عايزه منك رساله للعيبه قبل مباراه الاياب، وكمان رساله لجماهير النادي الاهلي من خلال برنامج السادسه. في ايديكم ان شاء الله بطوله كبيره جدا، احنا كل سنه كنا بقالنا كتير قوي من سنه 2013 ما حصلناش الحق ده، انما كنتوا مش سهل ابدا ان انتوا كل سنه هتوصلوا للمكانه دي، مش سهل ابدا ان انتوا في النادي الاهلي بالمجموعه دي تتوفر لكم الظروف، الدنيا كلها بتسهل لكم كل حاجه، وحافظوا على التاريخ ده بالنسبه لكم انتوا، وانتوا اللي خليتونا نقول لكم كده ان انتوا قادرين على كده الحمد لله. يعني انا مش شايف اي تقصير من اي حد على حسب امكانياته، كمان اي حد فيكم بينزل بيدي امكانيات، هي الروح اللي جايه، روح الفنيه الحمراء، روح كنتوا ايديكم في ايدين بعض، حبوا بعض الفتره الجايه دي قوي، هتلاقوا النجاح وانتوا اللي حسيتوا بيه الماتش بتاع الوداد في الوداد، لدرجه ان انتوا خارجين وانتوا حاسين انتوا خدتوا البطوله خلاص يعني، وانتوا راجعين كده حاسين بتهنوا بعض واحنا بنهنيكوا ان في حدث كبير حصل، ان احنا قربنا بشكل 70 80% من البطوله يعني. باذن الله، وان شاء الله يا كابتن نكون بنحتفل قريب بافريقيا هنا مع بعض. وميرسي جدا ليك يا كابتن، نورتني. ميرسي جدا، ويبقى وشك حلو علينا ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن، شكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.